اليوم عجبنا عربية شعبة علوم تجريبية، كان سؤال مليح يعني مدونا كيما في الباك زوج مواضيع الشعر والنثر، وانا خيرت الشعر باسكو ما بالك شغل قرينا عليه ومدونا نفس المنهجية تاع الباك، شغل منها قرينا ومنها دربنا على الباك. انا حكمت مواضيع الزوج قريتهم للزوج وشفت لي نقدر ندي فيها اسئلة نقاط اكثر، حكمت الشعر وفي الاخر كان على بالي بلي كنت حنخير الشعر تما درتو وخدمنا فيه كيما كنا ندربو فيه في دايما. كيش تست اليوم حسب اللي يعني واجد اللغة العربية، ونتمنى يطيح هذا الموضوع في البكالوريا كما موضوع اليوم وكان موضوع في تناول الجامعة. ومؤسساتنا مفتوحة والأساتذة موجودين في المؤسسات التربوية، ولاحظتم في هذه الثانوية أن الأساتذة هم الآن على مستوى يعني المؤسسة ينتظرون أبنائهم في يعني باش يرفقوهم، وإن شاء الله هدفنا كما ذكرت هو أننا نحصد أكبر نسبة يعني من النجاح إن شاء الله.